انتدابات ما تسديناش الباب. اذا كاين انتدابات ديال اونكور اجانب، الا قلتي انتدابات قول يلا السلام عليها. هذه راه عشتها غير تقول سميه ولا كتزهق شي سميه تيولي ما عرفش نساوي وتيولي غير هو اللي ضايق في الفيسبوك والانستغرام. داكشي علاش انايا واحد الوقيتة سديت حتى على الناس القراب ليا هادشي ديال الانتدابات، وحبسنا داكشي ديال حصري ومباشر وهذوك اللي تيدوروا. ومع ذلك تتلقى راه البدراوي قريب للتعاقد، البدراوي طار من عارفين دولة البدراوي، وداكشي ما كاينش. ولكن هذا يدل على انه راه كان واحد الناس عايشين هي من هادش، وهذا الشيء ديال باش نسدوا هاد الانتدابات نسدوها على الناس، هذا راه هو اللي ضر واحد الناس هما دوك اللي خرجوا الخفافيش اللي هضرت عليهم، الا قطعنا عليهم داك الوريد حبل الوريد ديال باش كانوا كيقتاتوا، هما اللي ضرهم، هما اللي بقى يتشتت هذا هادي هذا، وهما اللي كانوا كيطعنوا في الانتدابات واللي كانوا كيرسوا. اشكر الجماهير بعدا لانه على التفاعل ديالها انا كنشوفو وانا كنتفاعل معاهم، لانهم طريقه باش رحبوا في اللاعبين وتمنوا لهم الخير. انا تنقولها لهم اعيدهم، مازال في هذا الميركاتو الصيفي انتدابات اخرين في الطريق. يمكن ليش نقول لك واش فلان وفلان غنكون حرقت، غنكون غير تنخربق، ونكون دابا غير تنهرطق هرطقات خارجه الا قلت لك فلان وفلان وفلان. نقول لك كاين انتدابات خدامين ديما الدق والسكات، تنخرجوهم لكم. شكرا.